بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. الكتاب ديال لي غيكومبخوندر. طبعا بعد ما رأينا كومو جو دوفا أن بون إليف، بعد الفقرة إن شاء الله سنرى لي بوفونتاي. كما نلاحظ الفزاعة، طبعا لي بوفونتاي هي فزاعة يصنعها الفلاح من خلال مجموعة من الأتواب ومجموعة من الأشياء التي لا يستعملها طبعا لإخافة الطيور، بحيث أنه يجعلها على شكل طفل أو على شكل إنسان، بحيث عندما يحرك الريح تبدو وكأنها تتحرك فتخيف الطيور. إذا نتكلم عن لبوفونتاي. Il y avait une fois un paysan. Le paysan avait un champ de blé. Il n'y avait pas seulement le paysan et son champ de blé. Il y avait aussi des petits oiseaux. Et c'était au printemps. Le paysan se dit, quand le blé aura poussé, toute cette vermine viendra le manger. Et quand les cerises mûriront sur mon cerisier, ils mangeront aussi les cerises. Le fils du paysan proposa, papa, on pourrait mettre un épouvantail dans le cerisier. Et donc, il y avait une fois un paysan, Canada Tamaratin, Kanauna Kafillah. Il y avait une fois, Kamana Kuluna, Kanauna Kamaratan, Kanauna Kamaratan. Un paysan. كان هناك فلاح. Le paysan avait un champ de blé. إذن الفلاح avait. كان عنده. طبعا عندنا الفرب avoir مصرف لامبارفي. إذن الفلاح كان عنده. Le paysan avait un champ. كان عنده حقل. De blé. حقل قمح أو حقل حبوب. إذن كان عنده واحد الحقل زرع فيه. يعني الزرع. Il n'y avait pas seulement le paysan et son champ de blé. Il n'y avait pas seulement le paysan et son champ de blé. لم يكن هناك. طبعا عندنا هنا il y avait. كان هناك. هنا il n'y avait pas. لم يكن هناك. لم يكن هناك seulement فقط le paysan et son champ de blé. لم يكن هناك فقط الفلاح وحقله et son champ de blé. وحقله للقمح. إذا ما كانش تما غير الفلاح بوحده والحقل ديالو. شكون اللي كان معاه؟ إليافي أوسي لي بوتي زوازو. كان هناك أيضا إليافي أوسي لي بوتي زوازو. كان هناك أيضا الطيور الصغار. إي سيتي أو برانتون. وكان ذلك في فصل الربيع. لو بيزون سو دي كون لو بلي أورا بوسي toute cette vermine viendra la manger. Et quand les cerises mûriront sur mon cerisier, ils mangeront aussi les cerises. Et dès le paysan se dit, الفلاح قال لنفسه. شنو قال لنفسه؟ Quand le blé aura poussé, quand le blé aura poussé, aura poussé. عندما القمح سيدفع، المقصود عندما يكبر القمح. طبعا هنا عندنا لو فيتور اونتيريور دي فير بوسي. كما تنشوفو طبعا في لو فيتور سامبل تنصرفو ديريكت مباشره، تنصرفو الفعل. نقول مثلا كون لو بلي بوسا، تنتكلم على لو فير بوسي. اذا سنقول كون لو بلي بوسا، عندما القمح عندما سيدفع عندما سيكبر. ولكن هنا درنا لو فيتور اونتيريور. شنو الفرق بيناتهم؟ طبعا الفرق بيناتهم هذا غيوقع في المستقبل، ولو فيتور سامبل حتى هو غيوقع في المستقبل. لكن لو فيتور اونتيريور تيوقع قبل من مستقبل اخر. تنتكلم على جوج الافعال غيوقعوا بجوجهم في المستقبل. اذا هنا تنتكلم على الفعل الاول اللي غيوقع في المستقبل، عاد غيجي من بعد منه اخر. كون لو بلي اورا بوسي، عندما القمح سيكبر توت سيت فيغمين فياندرا لو مونجي. لاحظ هنا، هنا صرفنا لو فيغ مباشرة في لو فيتور سامبل. علاش؟ لأن هذا الفعل الثاني اللي غيجي في المستقبل. الفعل الأول صرفناه في لو فيتور أونتيريور. كنا نتكلم على المستقبل الأول السابق، ثم غيجي من بعد منه المستقبل اللاحق، إن صح التعبير. توت سيت فيغمين
viendra le manger. Et quand les cerises mûriront sur mon cerisier. وعندما حب الملوك طبعا لي سوريز كما نتكلم عن حب الملوك او نتكلم عن الكرز وعندما الكرز ميغيون ينضجون طبعا هنا تنتكلموا على لوفيغ ميغيغ فعل ناضجة نقول عن شيء بانها ميغ يعني انها ناضجة اي كون لي سوريز ميغيون وعندما فاكهة حب الملوك ميغيون ستنضج سير مون سوريزي على شجرة حب الملوك تتكلم هنا عن سوريزي تماما كما في مجموعة من الفواكه عندما ننسب لها الأشجار عندما نتكلم عن أشجارها مثلا كلمة أوليف التي تعني الزيتون شجرة الزيتون هي أوليفي ونفس الشيء بوم بومي إلى غير ذلك إذن هنا إيكون سوريز ميغيرون سير مون سوريزي وعندما فاكهة الكرز ستنضج سير مون سوريزي على شجرة الكرز إيل مانجرون سي لي سوريز إذا هم سيأكلون أيضا هاد حب الملوك سي لو فيغ مانجي طبعا سي لو فيغ مانجي كونجيكي أو فيتور سامبل لو فيس دي بايزون بروبوزا ابن الفلاح بروبوزا أنه اقترح طبعا هنا عندنا لو فيغ بروبوزي فعل اقترح لوفيس دي بايزون بروبوزا ماذا اقترح ابن الفلاح بابا اون بوغي ماتر ان ايبوفونتاي دون لو سوريزي طبعا هنا عندنا لو فيرب بوفوار اون بوغي بابا اون بوغي ماتر ان ايبوفونتاي دون لو سوريزي ابي سيمكننا ان نضع ان ايبوفونتاي يمكننا ان نضع فزاعة دون لو سوريزي على شجرة الكرز على شجرة حب الملوك إذن il y avait une fois un paysan le paysan avait un champ de blé il n'y avait pas seulement le paysan et son champ de blé il y avait aussi les petits oiseaux et c'était le printemps le paysan se dit quand le blé aura poussé toute cette vermine viendra le manger إذن كما قلنا هنا نسينا أن نشرح هذه quand le blé aura poussé عندما سيكبر القمح Toute cette vermine viendra le manger. كل هذه الهوام هنا طبعا تتكلم على كما نتكلم عن هامة كل هذه الهوام viendra le manger. تنتكلم هنا على الطيور الضارة طبعا يقول عن الفلاح فيرمين كما نقول الهوام كل هذه الهوام ستأتي viendra عندنا لو فيغ فونيغ مصرف أو فيتور سامبل فياندرا لو مانجي ستأتي لأكله إذن وأيضا إي كون لي سوريز ميغيرون سيغمون سوريزي وعندما حب الملوك سينضج فوق شجرة حب الملوك إي مانجرون سي لي سوريز هم سيأكلون أيضا كل هد حب الملوك إذن كما قلنا Le paysan se dit, quand le blé aura poussé, toute cette vermine viendra la manger. Et quand les cerises mûriront, sur mon cerisier, ils mangeront aussi les cerises. Le fils du paysan proposa, papa, on pourrait mettre un épouvantail dans le cerisier. Ils revinrent à la maison et le paysan dit à sa femme, femme, donnez-nous de vieux vêtements, ce que tu as de plus vieux. C'est pour faire un épouvantail. Elle répondit qu'elle n'avait rien de vieux. Qu'elle n'avait rien de vieux et qu'elle ne voulait rien donner. Alors le paysan alla chercher son vieux chapeau, un vieux torchon, et il entoura le chapeau avec ce vieux torchon, en laissant pendre de grands bouts qui remuaient au vent comme des bras, et le fils grimpa dans le cerisier pour accrocher le chapeau à la plus haute branche. Il revint à la maison, et un homme aide il le manzil. طبعا هنا عندنا لو فيرب غوفونيغ كونجيكي او باسي سامبل اذا هم عادوا الى المنزل الى غوفين غا لا ميزون اي لو بيزون دي سا فام ثم الفلاح قال لزوجته فام يا امراه كما نقول دونو دو فيو فيتمون اعطينا الملابس القديمه دونو دو فيو فيتمون
أعطيني من الملابس القديمة. سكوتي دو بلو فيو، من الذي عندك من الأقدم. دو بلو فيو، فيو يعني قديم أو مسن. نتكلم عن شيء قديم نقول عنه فيو، طبعا في المؤنث نقول فياي. سكوتي دو بلو فيو، من الذي عندك من القديم. أعطينا من الحوايج اللي عندك قدام، أعطينا من القدام اللي عندك. سي بو فيغ ان ايبوفونتاي، إنه من أجل فعل فزاع. إن هذا نريده لصناعة فزاع، نريد هذه الملابس لصناعة فزاع. سي بو فيغ ان ايبوفونتاي. ريبوندي كان نافي غيان دو فيو، هي أجابت. ريبوندي هي أجابت، طبعا هنا عندنا الفيرب ريبوندغ مصرف في الباسي سامبل. ريبوندي كان نافي غيان دو فيو، كان نافي غيان دو فيو، بأنه ليس عندها من القديم، ما عندها حتى شي حاجة قديمة. كان نافي غيان دو فيو، ما عندها حتى حاجة قديمة. إكيل نوفو لي غيان دوني، إكيل نوفو لي غيان دوني، بأنها ما باغا تعطي حتى شي حاجة، وبأن لا تريد إعطاء أي شيء. المقصود بأن لا تريد أن تعطي أي قطعة من الملابس. ألوغ لو بيزون ألا شيرشي سون فيو شابو، إذن الفلاح ذهب ليبحث عن طربوشه القديم. طربوشه القديم كما نلاحظ في الصورة هنا. ألوغ لو بيزون ألا شيرشي سون فيو شابو أن فيو تورشون، ثم بحث عن منشفة أو قطعة قماش قديمة. كان واحد في جانب هاد الطربوش، ثم بحث عن قطعة قماش. أن فيو تورشون كما نقول منشفة قديمة، تنتكلم على شي جفاف قديم. إي إل أونتواغ، إي إل أونتواغ لو شابو أفيك سو فيو تورشون، ثم أحاط الطربوش بهاد القطعة القماش القديمة، بهاد قطعة القماش القديمة. إذن هو أحاط الطربوش بهاد القطعة من القماش. إي إل أونتواغ لو شابو أفيك سو فيو تورشون، ثم أحاط الطربوش بهاد قطعة القماش القديمة. أون ليسون بوندغ دو غرومبو، أون ليسون بوندغ دو غرومبو. طبعا هنا عندنا لوفي بوندغ يعني فعل تدلى أو علاقة، أو علاقة. نتكلم عن لوفي بوندغ، لا نتكلم عن لوفي بوندغ بأو. لوفي بوندغ بأو هنا المقصود بها بعض، هذاك فعل بعض. إذن هذاك لوفي بوندغ، هذاك فعل بعض. أما هنا عندنا بوندغ بأو كما نلاحظ هنا، هذا المقصود بها تدلى، المقصود بها دلة أنك تترك شيئا متدليا كما نلاحظ في الصورة هنا، أنه ترك هاد قطعة القماش متدلية في الجوانب كأنها ذراعين. إذن كأنها ذراعي شخص. إذن طبعا هذا الذي قام به هنا أون ليسون تاركا بوندغ دو غرومبو، تاركا متدليا دو غرومبو. إذن جوانب كبيرة، جوانب كبيرة كغومي التي تتحرك، كغومي التي تتحرك. طبعا هنا عندنا لفظ غومي يعني فعل تحرك، فعل حركة كما نقول. كغومي التي تتحرك أوفون، أوفون مع الريح، عندما يأتي الريح أنه يحرك هذه الجوانب. كوم لي بغا، مثل ذراعين، مثل ذراعين. إلو فيس غرامبا، ثم أن الطفل إلو فيس والابن غرامبا. طبعا هنا عندنا لفظ غرامبي فعل تسلق كما نلاحظ. إلو فيس غرامبا، ثم أن الابن تسلق دون سوريزي في شجرة، فوق شجرة الكرز. بو أكروشي لكي يعلق، بو أكروشي لكي يربط لو شابو على بلو هوت برونش، لكي يربط هاد الطربوش على بلو هوت في أعلى، في أكثر علو. نتكلم عن لا بلو هوت برونش، في أعلى غصن. إذن بو أكروشي لو شابو على بلو هوت برونش، لكي يربط الطربوش في أعلى غصنين، في أعلى غصن. سيبحث عن أعلى غصن ثم يربط فيه هاد الفزاعة حتى تظهر للطيور ثم تفزعها،
حتى لا تأكل من شجرة الكرز. في الفقرة القادمة سنرى ماذا سيحدث. إذا نلتقي بذلكم الحين، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.